السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في اليوم 40 لطوفان الأقصى، الاحتلال الصهيوني واصل مجازره بحق المدنيين ويقتحم مجمع الشفاء، فتنكشف مجددا أكذوبة الدعاية الصهيونية، أكذوبة الجيش الأخلاقي، أكذوبة الجيش الذي لا يقهر حين يمارس هوايته المفضلة، هواية الإبادة والتنكيل بالخدج والقواعد من النساء والأطفال. 40 يوما من الطوفان نادت المقاومة: يا بني العروبة اركبوا معنا ولا تكونوا من الكافرين بحق الأرض المسلوبة، لا تكونوا من الكافرين بحق الأرض المسلوبة، بحق الأرض المسلوبة والإيماء المكلومة. فما من ملب النداء: يا بني العروبة لن تعصمكم من حتفكم القادم مسارات التطبيع، ولن تثنين عن حقنا مسارات التهويد والتهجير والتجويع. يا بني العروبة ستحول بينكم أمواج شعوبكم وتكونون من مغرقين. 40 يوما من الطوفان، يا روح الله المقاومة خذي من كل زوجين اثنين، خذي الصهاينة المرجفين، خذي جرحنا الدام والعرب المطبعين، وبعد سحقا لحكامنا الظالمين. 40 يوما من الطوفان، كيف تتابع جبهة الخلاص حرب الإبادة الدائرة في فلسطين ومن حولها المثقفون وصناع الرأي في تونس وخارجها؟ هل من مبادرات سياسية تخرجها من حالة البهتة إلى مربع صناعة الفعل السياسي المقاوم للاستبداد وطروحاته المرتبكة فيما يتعلق بنصرة الحق الفلسطيني وتجريم التطبيع؟ هل استسلمت النهضة وجبهة الخلاص للواقع السياسي الجديد ومؤسساته؟ نناقش أسئلتنا الليلة ومحورنا مع ضيفين إن شاء الله، بالقاسم حسن القيادي بجبهة الخلاص والوطني وحركة النهضة، والسيد علي الحميدي الناشط السياسي من هولندا. في انتظار الحق سي علي. سي بقاسم مساء النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك سي حسين، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليك سي حسين ولقناة الزيتونة ولكل المشاهدات والمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. مرحبا سي بقاسم ولكل مشاهدينا. الصفحة الآن ننقل في المباشر فقط على صفحة الحصاد، مزيد من البرتاج والنشر والتعليق في انتظار على الأقل، لأن حتى الصفحة الثانية تم فيها مشكل تقني. وفي انتظار التحاق سي علي حميدي. سي علي مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء النور، مرحبا بك خويا حسين، مرحبا بالسيد بلقاسم حسن، ومرحبا بضيوف مشاهدي الزيتونة. نعم. ومتابعي حصاد 24. مرحبا بك وبكل متابعينا في أوروبا حيثما كانوا. حاول أنك نضبط الصورة معك سي علي حتى نلحق بينا في المباشر أكثر. خلينا نبدأ معك سي بلقاسم. الاعتداء على المشافي وعلى الخدج في غزة في اليوم 40 لطوفان الأقصى، أنت كناشط سياسي وفاعل، هل المواقف الرسمية في تونس والمواقف العربية في مستوى الجريمة المرتكبة والمتواصلة في حق فلسطين في غزة؟ سيدي الكريم، في البداية أتوجه بالترحم على أرواح شهداء فلسطين، شهداء غزة، شهداء الإرهاب والإجرام والغطرسة والعدوان الصهيوني. توجه بالترحم على أرواح شهداء فلسطين الأبرار، على أرواحهم الطاهرة ودماؤهم الزكية، فداء للأرض وللحق وللمقدسات، طوقا للحرية والسيادة على أرض الأباء والأجداد، وإن شاء الله أرض الأبناء والأحفاد. المجد والخلود لشهداء فلسطين، شهداء غزة، شهداء الأقصى، شهداء المقاومة الباسلة، والخزي والعار للعدوان وللمتواطئين من العدوان مع العدوان المتخاذلين. الإجرام الصهيوني ليس جديدا، الإرهاب الصهيوني ليس جديدا، أخرتها كانت مستشفى المعمداني واليوم مجمع الشفاء، لكن السلسلة كما تعرف ذكرنا بها ويذكر بها دائما أبناء فلسطين أولا
وأبناء أمتنا العربية ثانيا، كل الشعوب العربية وشعوب العالم المتحرة، تعرف مجازر الصهاينة، دير ياسين وبحر البقر إلى غانا إلى مختلف الإجرام اللي تعمل في صبرا وشتيلة وفي الخليل وفي القدس وفي كل مكان. أنا ليست مفاجأة عندي إطلاقا الغطرسة الصهيونية والإرهاب الصهيوني، لأن هذا هو وصف وذاتية وشخصية المحتل نعم. المعتدي المجرم، هذا وصفه وطبيعته، هذا وصفه وطبيعته. ونحن ننظر للعملية من زاوية طوفان الأقصى، أي من زاوية المقاومة التي حركت المياه الراكدة ورفضت الاستسلام للواقع المهين. نحن ننظر إلى أن المقاومة الفلسطينية هي المقاومة، هي المدافعة، وذلك هو المعتدي والإرهابي. شعب يقاوم من أجل حريته ومن أجل أرضه حقه، يتهم بالإرهاب، وتصبح ذلك الكيان يدافع عن النفس ويلقى سند وحظوة العالم الذي طالما قلنا عنه عالم ديمقراطي وحداثي ويعني متحضر، وإذا به لا التحضر ولا الديمقراطية ولا المدنية إطلاقا. يعني هذا المكيالين داخل الحدود الأوروبية والأمريكية ديمقراطية وإنسانية، ومع البلدان الأوروبية والديمقراطية إنسانية وديمقراطية، ومع الشعوب الأخرى دماء أخرى. احنا انا شخصيا لست مفاجئا من الإرهاب الصهيوني، لان تلك هي طبيعته وهذه هي وصفته، ولكن الدول التي تدعي الديمقراطية هي التي ربما الغير يعني على الأقل يركز عليها كثيرا، انكشف الوجه الحقيقي، انكشف القناع، وكذلك الأنظمة العربية نعم. التي لم في أي مستوى على الإطلاق، بما في ذلك في القمة الأخيرة في القمة العربية والإسلامية، ليس التنديد وليس البيان وليس يعني الطلب من الكيان الصهيوني الحد الأدنى، الحد الأدنى تطبيق ما جاء في ذلك البيان، رفع معناها أن يعني فتح المعابر، فتح معبر رفح تحديدا، وإدخال المساعدات والإغاثات والإعانات، وليس انتظار مساندة ودعم وتأييد الكيان الصهيوني والحليف الأمريكي والأوروبي المساند له والمحتضن له. هذه هي الوضعية سي حسين، نعم. وضعية من يقاوم نعم ومعتدي صهيوني، وينال لديه هو الرضا في جزء والتواطؤ في جزء آخر، ولا يبقى لهذا الشعب الأبي الحر إلا دماؤه وأرواحه وأبناؤه ونساؤه وشيوخه ورجاله اللي هم قاعدين يقدم فيهم في الحقيقة قناديل على طريق الحرية، شموع وورود نعم. على طريق تحرير فلسطين بشكل أكيد. سنناقش معكم سيدي القاسم بعد قليل يعني مواقف ويعني دور جبهة الخلاص كفاعل سياسي في تونس، نقيم يعني مدى تعاطيها مع هذا الحدث الجلل وما يحصل من مجازر متواصلة في غزة. سيد علي أهلا وسهلا بك مرة أخرى. في ظل تكشف هذا الضعف العربي والإسلامي، يعني كما أقول لك سي بالقاسم، حتى النقاط التي وردت في القمة العربية والإسلامية عاجزون عن تطبيقها أدناها، ليس أقلها يعني فتح المعابر. أنت كناشط سياسي مثقف في الغرب في هولندا، كيف تتابع حراك المثقفين عرب وخارجهم في فضح هذه الجريمة المتواصلة في غزة؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. صحيح أن هناك الصورة واضحة سعلي، خلي الصورة كما كانت، حاول نزل نعم الصورة جاهزة، خليك انظر أكثر لعين الكاميرا سعلي. هناك حاول متمسش الكاميرا، خليك تفضل. هناك حراك شعبي قوي هنا، خاصة في بلدان أوروبية والغرب عموما، على عكس مواقف الأنظمة الرسمية في هذه الدول التي انحازت إلى الاعتداء الصهيوني وإلى جرائبه، وهي الآن في حرج كبير أمام شعوبها التي خرجت حقيقة بالآلاف في الشوارع، وحرجا
من مستوى الإجرام الذي وصل إليه الجيش دولة الكيان الصهيوني في هدم البيوت والاعتداء على المدنيين والاعتداء على المستشفيات والمدارس. هذه حقيقة جرائم معناها لا يمكن أن تتقبلها النفوس الآدمية السوية. وهكذا كان في الغرب. معظم الناس، معظم الجماهير، معظم الشعوب الأوروبية اشمأزت من هذا المستوى الإجرامي هذا، وخرجت للشوارع ونددت. وعلى مستوى التنديد هنا من طرف الأوروبية أقوى وأكثر مما هو حاصل في دولنا العربية. وحقيقة المستوى الشعبي، المظاهرات ودعم للقضية الفلسطينية لا زال حقيقة ليس في المستوى المطلوب في شارعنا العربي، الذي عليه أن يضغط أكثر على حكامه حتى وتكون له مطالب واضحة بطرد السفراء، بقطع العلاقات والتطبيع مع الكيان الصهيوني، فضلا على أن محاولة دفعهم إلى تقديم ما يجب تقديمه على الأقل الغذاء والأدوية وفتح المعابر نعم الممكنة في مصر، بين مصر وفلسطين وغزة إلى غير ذلك. الزخم يعني في هذه النقطة في أوروبا نسق مشي وتصاعد، هل أنه الرأي العام الغربي يعني تكشف على أكذوبة الدعاية الصهيونية ومواقفه الرسمية، عكس كنت ناقش مع السيد بالقاسم، يعني عكس ما هو في الدول العربية الإسلامية، النسق ماشي وأكثر الزخم في بروكسل في لندن وغيره ماشي يتصاعد. صحيح، المشروع صار، وكذلك الحكومات حست بعضها حس بالخطر وحس بأنه يجب أن يراجع مواقفه، وهناك مراجعة حقيقة في بعض المواقف خاصة في بلجيكا وفي فرنسا. هناك تراجع صدر من الرئيس الفرنسي في البداية حينما زار الشرق الأوسط. المستوى الرسمي في إسبانيا يعتبر جيد إلى حد الآن، والحكومة الإسبانية في حل من ضغوطات، في حل معناها من الضغوطات الأمريكية إلى حد معناها نعتبره جيدا. والدول الأوروبية الأخرى كذلك، كما قلت لك سابقا، لا يمكن للشعوب الأوروبية التي كيفما كان حالها نعم وانحيازها إلا أنها لا يمكن أن تتصور أن يصل حد الإجرام إلى ما وصل إليه في الأراضي الفلسطينية في غزة. هم يرون يوميا بأن الأهداف التي حددها الجيش الصهيوني هي أهداف مدنية، هي بيوت، هي مدارس، هي كنائس ومساجد، وأخيرا وصل الحد إلى الاعتداء على المستشفيات. هذا غير ممكن، هذا لا يمكن أن يتصور، هذه جرائم حقيقة لا يمكن أن معناها غير نعم مسبوق في التاريخ، ولا يمكن أن معناها يتصورها العقل البشري. لذلك هناك فعلا هناك تغيير، بدأ نحس بتغيير في مواقف الأنظمة الرسمية للدول الأوروبية عموما. أتمنى ذلك. خلينا مرة أخرى قبل ما نمشي هذه الأنشود على الأقل كفاصل، دائما محاولة يعني على الأقل الدفع باتجاه المواقف المساندة للقضية وكشف حقيقة الادعاءات. الآن يعتبرون يعني وصولهم إلى مجمع الشفاء يسوقونه على أساس انتصار في ظل فشله 43 يوم في تحقيق يعني قاعدة أهداف هذا الكيان الصهيوني. مرة أخرى نذكر أنه للأسف الشديد الليلة تعطلت كذلك الصفحة البديلة الثانية لقناة الزيتونة، وبالتالي يصلكم صوتنا فقط عبر صفحة الحصاد. أكثر نشر، أكثر تعليق، حتى
نجتهد وإياكم في كسر هذا الحصار المطبق داخلين وخارجين. نمشي الأنشودة وراجعين مع ضيفي السيد علي حميدي الناشط السياسي من لندن وسيد القسم حسن القيادي في حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني. خليكم معنا، كل من تحق بنا الآن ونحن ننقل هذا اللقاء فقط على صفحة حصاد 24 بعد غلق أو العطب على مستوى الصفحة البديلة لقناة الزيتون على الفيسبوك. قبل أن نأتي على تقييم الموقف الرسمي التونسي سواء من حيث تحفظ على قرار الجمعية العامة المتحدة أو موقف من عدم تجريم تقنين تجريم التطبيع والجدل الذي أثاره تصريح السيد العميد بودربالة، أستاذ بقاسم حسن، وبأنكم الآن تمثلون حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني وعدا بعض المسيرات عفوا، هل تعتقد أن جبهة الخلاص وحركة النهضة تقومان بما هو منوط بعهدتهما في ظل نداءات المقاومة الفلسطينية بضرورة الضغط وضرورة الإبقاء على هذا الزخم في الشارع؟ أولا سحسين أنا تدارك لكي أحيي سعلي ضيفك لأنه دخل بعدي، هو حياني مشكور، أريد أن أحييها أرد له التحية بمثلها أو خيرا منها. لما كانت الشبلة الفلسطينية تغني وتدعو العروبة باسم العروبة أناديكم وابناء العروبة أناديكم ثم تقول باسم الطفولة أقاضيكم، تذكرت تلك الأغنية الأخرى وين الملايين الشعب العربي وين سيدي. هذا تفاعل بسيط. نعم. أتي إلى تونس إلى جبهة الخلاص وإلى حركة النهضة ثم الموقف الرسمي لما تسألني بشكل واضح. سيد الشعب التونسي في القضية الفلسطينية تحديدا هو ليس جماعة النهضة أو جماعة جبهة الخلاص وجماعات أحزاب أخرى. الشعب التونسي في القضية الفلسطينية هو شعب موحد يؤمن بقضية فلسطين أنها القضية المركزية والبوصلة وأنه لا حرية حقيقية ولا سيادة ولا استقلال دون أن تحل قضية فلسطين وأن تتحرر فلسطين. نعم. هذا يعني منذ بداية تشكل ذلك الكيان المغتصب وإلى أن تتحرر فلسطين بحول الله، أرض غزة وأرض الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، فلسطين اللي هي في قلب كل تونسي. وليست لدينا حول الموضوع الفلسطيني تحديدا خلافات لا مع يعني الدولة ولا مع باقي الأحزاب. فلذلك كل التحركات التي وقعت في تونس دعونا رسميا بشكل واضح، دعونا أبناء جبهة الخلاص الوطني في كل مكوناتها ومن بينها حركة النهضة إلى المشاركة في كل تلك التظاهرات. شاركنا في تظاهرة يوم 15 أكتوبر التي دعت إليها جبهة الخلاص وكانت أكبر تظاهرة على الإطلاق قامت في تونس. طبعا في تونس سبقها التظاهرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الفصائل المدنية والسياسية، كانت تظاهر جبهة الخلاص كما قلت الأكبر. ثم شاركنا فيما دعت إليه لجنة فلسطين التي وقعت فيما بعد مع بعضنا الناس كل. لكن هذا الحضور هل هو كافي أو أقل زخما من المعتاد أستاذ؟ لا، ولا شيء كافي ولا شيء، لا تحرك ولا موقف ولا رأي كافي. الكافيات مطلوب أكثر بكثير مما هو موجود. خويا حسين أنا قاعد نصب لك ساعة شقاط ثم سأعلق عليه. يوم 17 أكتوبر جريمة التنمية المدني خرج توانسة، ويوم 18 دعونا نحن جبهة الخلاص إلى وقفة أيضا أمام المسرح، وآخرتها يوم السبت الماضي. تفاوت الحضور، تفاوت الاشتغال والانشغال اللي صاير في الشارع العربي كله، والشارع العربي كله أخي العزيز تراجع عما كان عليه في البداية. نعم، بعد جريمة المعمداني الخروج، اسمح لي سي بقاسم، بعد جريمة المعمداني مستشفى المعمداني الخروج التلقائي للتوانسة في اللي كان كبير برشا، لكن دور القوى المنظمة هو الإبقاء على تلك الجذوة، مش مجرد عاطفة
أنت الآن بصدد فعل سياسي خصوصا بعد مطالبة المقاومة، وين النهضة وجبهة الخلاص من هذا؟ وجبهة الخلاص متكامل في وسط تلك التحركات. الكثير مش بيكتبوا على جبين النهضة ولا جبهة خلاص، الكثير من الشباب ومن الشباب القياديين أصلا في حركة النهضة في مكتبها التنفيذي وفي مكتبها السياسي وفي مكاتبها المركزية والجهوية، وكذلك في تنظيمات وفي منظمات مدنية كثيرة، الكثير منها على علاقة إيجابية جدا بجبهة الخلاص الوطني في الطلبة والشباب وجمعيات مدنية، ونحن لا نفتخر بذلك ولا نسجله، لأن كل شيء نقدمه هو دون المستوى حسين ودون المطلوب، لأن المواطن التونسي أيضا شقي بما تعانيه فلسطين وشقي بما يعانيه هو هنا في تونس من وضع اقتصادي صعب جدا مس قوته اليومي ومقدرته الشرائية ومس حريته، مس حريته في غياب الديمقراطية التي يعني ناضل هو نعم. وأجداده من قبله من أجل أن يفوز بالحرية التي وقعت في ثورة الحرية والكرامة ثورة 2011 يعني 17 ديسمبر 14 جانفي والتي عاشت فيها تجربة ديمقراطية وقع إجهاضها وهدرها وهدرها. الشعب التونسي طبعا يعني شعر بما يعانيه أبناء فلسطين في ذلك الحصار، وهو هنا أيضا أنا أؤكد لك إحنا تجاوزنا الوضعية الوطنية لأن وضعية فلسطين تنزف الجراح والدماء بتاعنا بشكل كامل الناس كل، ولكن أيضا التوانسة يعانون الخروج التلقائي المعهود الذي تعرفه. إحنا لما كنا نقف أمام المسرح كانت الآلاف موجودة على ضفتي شارع بورقيبة شارع الثورة أمام مختلف المقاهي، لكن الكاميرا كانت تصور فقط الواقفين على المدارج، الواقفين على المدارج أمام الكاميرات بتاع الصحفيين، لكن الكثيرين كانوا يرفعوا في ايديهم من بعيد ويرددون، وكما قلت لك نحن أقل بكثير مما هو منتظر. نعم. أي الولايات الداخلية كذلك نفس الشيء كان يجب أن تهب أكثر بكثير مما هو حاصل. طبعا سيدي الكريم احنا عملنا مجهودات جبارة كبيرة جدا مضحكة بين معقفين، لأنها في الحقيقة ما يجب أن تكون لا جبارة ولا كبيرة، لأنها كان يجب أن تكون عادية جدا، ولكنها ليست عادية في تونس، ليس عادية لأن الانقسام والتجاذبات حادة جدا. فلقانا مع الحزب الجمهوري في بعض المناسبات اعتبرناه خطوة متقدمة، خروجنا مع بعضنا في تلك التظاهرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبرناه خطوة متقدمة، لأن الأمر هدايا بلغ مداه يجب أن يعي كل التوانسة، راه تونس وفلسطين والحرية والعدالة والحق يجمعهم، المفروض الآن يتجاوزون تلك الحسابات الضيقة. نعم. وتلك السياسوية والحزبوية. أنت قاعد تشوف الوضع السياسي اليوم، حتى الذين ساندوا الانقلاب في فترة من الفترات وصفقوا للمنقلب الآن كلهم تقريبا بشكل عام حتى في هذا البرلمان المنصب الذي اللي قام بعد 17 ديسمبر 2022 الناس كلها نافضة يديها طيب سنعود لتقييم موقف السلطة سيدي القاسم. اسمح لي نحيل نفس السؤال سي علي، كيف تتابع نعم أرجع صوت لسي سي حسين، نحب نقول لك التحركات التي وقعت في الغرب نشيد بها جدا وسأعلق عليها بعد شوية نعم الكلمة. سي علي ما الذي يحصل في الشارع العربي؟ ربما الشارع التونسي أفضل بكثير، كنا نشوف الشوارع العربية خليجية وغيره غياب بهتة، ما الذي يحصل؟ شنو هذا مقارنة بما يحصل على في الغرب؟ وكما قلت لك الزخم متنامي. نعم الشارع العربي ليس على المستوى المطلوب حقيقة في مستنداته للقضية الفلسطينية، وهي قضية الأم للوطن العربي، وزنها ثقيل الأصل فيه لا يختلف عليها معناها اثنان، لا يختلف عليها كل الأحزاب بمختلف ديولوجياتها. صحيح في تونس كانت الهبة في البداية عفوية وتعتبر جيدة، وأن المجتمع كله بمختلف شرائحه الفكرية والسياسية شارك في ذلك. استبشرنا في المظاهرات اللاحقة كذلك بخروج خاصة الطلبة من كل الفصائل يسارية وإسلامية مع إلى جنب إلى جنب، لكن يبقى معناها المستوى ضعيف.
لأنه يجب أن يتطور إلى حد أنه يقف أمام الوزارات وأمام ما قصر الرئاسة. السفارات يعني؟ نعم، يعني أمام السفارات الأجنبية تقصد؟ أمام السفارات الأجنبية، أمام بداية أمام رئاسة الدولة، كل دولة عربية أن رسالتها وأن تضغط عليها وتطالب بقطع العلاقات وبأن تصدع بموقف حقيقي بأنها ضد ما يقع في غزة وضد هذه الجرائم، وهي تقف إلى جانب المقاومة المسلحة وهي مقاومة تحرير وطني. هذه مواقف يجب أن تكون معناها يصدع بها وتكون معناها مسموعة للجميع، ويجب أن تكون مواقف كذلك صلبة بوجه وأمام الدول الأوروبية وأمريكا. وهناك أوراق ضغط معنا كثيرة خاصة في الدول العربية في المشرق كذا يمكن أن تستخدمها، منها سلاح النفط، منها أنه قواعد عسكرية منتشرة في معظم الدول في الشرق الأوسط. يجب أن تطالب بأن على الأقل أن لا تستخدم في إيصال السلاح أو إقلاع طائرات منها إلى إسرائيل، إلى غير ذلك، إلى إسرائيل ما بين ظفرين، إلى الكيان الصهيوني. هذه مواقف يجب أن نصل إليها. ونحن نعلم أنه حتى في القمة العربية الأخيرة المواقف في البداية كان بيان مطروح بمواقف أفضل مما كان في البيان الختامي، حيث أشارت إلى مثل هذا الأمر، إلى فرض معناها قطع الحصار، وإلى نعم. التهديد باستخدام سلاح النفط، وإلى الجار أمام أمريكا وإبلاغها بأنها ليس بوسعها أن تستخدم القواعد العسكرية التي تملكها في دول في السعودية وفي قطر وفي كل ما في معظم الدول الشرق الأوسط، أن تستخدمها لإيصال السلاح إلى برود الشارع في تونس. لماذا يرجع برود النخبة خفوت؟ أولا برود النخبة، وأنت تعلم الآن أن معظم السياسيين الوازنين واللي هم عندهم ثقل ويمكن بالفعل يحركوا الشارع، إلى جانب أنه معناها مستوعبين للقضية وأبعادها وكذا، هم الآن في السجن، هم الآن في السجن. والمجتمع عامة هو مرهق ومكبل، وجزء منه بالفعل معناها أنه هذه الشعبوية فعلها، وهك تشوف المزايدات النظام وعارف شنو، وهو قدم برنامج معناها حتى أنه بشي مشروع القانون اللي هو عرض، أنه في الأخير التجربة التطبيق إلى غير ذلك وقع الاستخفاف فيه، وقع معناها أنه محاصرته، ورينا أنه رئيس مجلس النواب ما يسمى مجلس النواب الحالي كيفاش معناها أنه كشف أوراق قيس سعيد، معناها أنه قيس سعيد لا يريد ذلك وكذا. إذن كل هذا هو فعل، ولكن فعلا معناها لا ننسى أنه لو كان رجالات السياسة المعارضة الموجودين في السجن في الخارج لكان الأمر سيكون أفضل مما ربما بعضهم يقول العكس، لو وجود هؤلاء النخبة في السجن دافع أساسي الأصل فيه لأنصارهم حتى تظاهروا وليس العكس. يعني سيبي قاسم، قلت أنه ما عندناش مشكلة مع الحكومة في موضوع فلسطين، يعني لأنه التخبط وقعت فيه السلطة الآن في متعلق بإحجامها عن تقنين تجريم التطبيع. يعني أنتم جربتوها قبل، لو تعرفوا يعني بين ظفرين خطورة تجاوز بين ظفرين، خطور بمعنى الأهمية، الخطر، الخطورة ليس الخطر، بمعنى تجاوز خطوط الحمر في تجريم التطبيع. يعني أنتم فاهمين ما يحصل الآن للسلطة ولا كيفاش؟ أسمع جوابي. أولا لما قلت ما عندناش مشكلة مع السلطة،
حول قضية فلسطين، أقصد ليس بيننا خلاف حول الدفاع عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية، ليس في تفاصيل الموقف وخاصة الآن. يعني احنا لسنا مختلفين مع النظام التونسي حول القضية الفلسطينية. تونس معروفة أنها مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية، واضح. ليس معنى ذلك أنه ليس لدينا خلافات أو ملاحظات حول الموقف الرسمي التونسي الحالي أو حتى عهد بورقيبة أو عهد بن علي. فيش الاختلاف سيدي القاسم؟ بن علي يقول في قلبي، قضيته الأولى شوي حسين، أنا عارف روحي وين ماشي، عارف روحي جيدا وين ماشي. لما تقول لي ما عندكمش خلافات، لا عندنا خلافات وعندنا ملاحظات وانتقادات في هذه الأمور. احنا نحكي لك كمعارضة وكحركة نهضة، لسنا في خلاف مع السلطة ومع النظام حول الموضوع الفلسطيني، ولذلك نحن ندعو السلطة إلى أن تتبنى أفضل موقف ممكن من القضية الفلسطينية، ومع ذلك سنظل نعتبرها سلطة انقلاب ونعتبره انقلابا، ونعمل على استعادة الديمقراطية في تونس بمقاومة هذا الانقلاب. هذا المعنى الذي أردت أن أبلغه لما قلت لك ما عندناش خلاف حول الوضعية الفلسطينية، ولكن موقف السلطة مهما كان ربما يكون إيجابي حول السلطة الفلسطينية حول القضية الفلسطينية، لن يكون مبررا لنا باش نسلمه في الموضوع الديمقراطي الوطني الداخلي. أرجو أن يكون هذا قد فهم جيدا. وأقول لك الآن يعني بعض الملاحظات. أولا، الشارع التونسي خفت حضوره لكنه لم يتخلى على دعمه وتبنيه ومساندته وإحساسه الكامل بالمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأنه كله تضامن معه وحسرة على أنه لا يستطيع أن يقدم له أكثر من خروج في شارع، من وقفة في شارع، من بيان تنديد. وهذا يعني قام بدوره فيه، ولم يعد هناك شعور بأن هذا يتواصل سيغير من الأمر شيئا. طيب، هذا الأمر يعني في البلدان العربية قطيبة المطلب هو أكبر من أنه مجرد بيان، هو دعوة الأنظمة العربية كما قال لك سيدي علي إلى إجراءات تتعلق بالعلاقة مع الدول المساندة والداعمة لهذا الكيان ولهذا العدوان، في علاقة بالسفراء، في علاقة بالعلاقات، في علاقة بالمبادلات، في علاقة بالتطبيع إلى آخره. الأنظمة العربية المطبعة لم تغير علاقتها ولم تطرد السفراء رغم أنها شهدت أكبر التحركات على الإطلاق. المغرب والأردن على سبيل المثال، أكبر تحركات في الساحة العربية تم في المغرب وفي الأردن، في الدار البيضاء وفي عمان. كذلك تحركات كبرى أكبر من أي منطقة أخرى تمت في اليمن، اللي اليمن دولة وشعبا منسجمين في مواجهة هذا العدوان. تبقى بقية الدول، مصر 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 يعني خلينا نقول أنا مصر بكل الأبعاد التي أخذتها والتي رمزت إليها، اليوم لا تستطيع أن تفتح معبر رفح، وهذا الشعب التونسي مسجله بكل يعني أساء وبكل حزن، أن مصر ما تنجمش ترفع يعني تحل معبر رفح، والشارع التونسي مسجل اللي الفلسطينيين لا من مغيث على الإطلاق، إلا أن الكيان الصهيوني هو الذي سوف يفتح الباب ويقول ساعتين ولا كنتم جزءا من السلطة عام 2016، كان كذلك حرب على غزة، شنو الفارق بين قبل وتو؟ سي حسين قبل احنا كنا في السلطة، مشاو من أكثر الناس مشاو لغزة من تونس، الوفود الأولى التي ذهبت في 2013 كانت من تونس 2012 جدا منها من حكومة الترويكا ومن حركة النهضة، لم يكن هناك إشكال. احنا الآن علاش قلت لك عندنا خلافات؟ أن تونس تحتفظ بصوتها في مجلس الأمن في الجمعية العامة على تصويت على قرار حماس والمقاومة الفلسطينية طالبينه، بالنسبة لدينا مضحك، بالنسبة لدينا شعبوية، مش بطولة، مش أنه عنتريات، أنه هذوك هم الدول العربية عملوا كذا كذا. أنا لا، أنا أرفض ذلك. هذا سجلناه، هذا قلناه، احنا قلنا الموقف الرسمي التونسي مزايد في هذا المجال، لأن المطلوب تعزز الذين يدعون إلى هدنة والذين يلددون بالعدوان ويساندون الدفاع الشعب الفلسطيني على أرضه وعلى موضوع التقنين التجريم.
يعني انا ايش حسين، انت ما تستعجلش علي، انا نقطه نقطه. جبتك على التصويت في مجلس الامن، وقلت لك هذاك بالنسبه لي انا اعتبره انه المفروض تونس تصوت مع بقيه الدول العربيه، الا اذا كان ترى انها يجب عليها ان تعلن الحرب على الكيان الصهيوني، وتقول انا مانيش معترفه بهذايا، وانا ادعو الى وتدعو وتقول على برنامجها هي بالضبط، حتى لا يبقى الشعب التونسي يعتبر ان تونس وقفت في موقف كبير برشا، وان الدول العربيه الكل بايع القضيه، وتونس برك اللي رفع اللواء، ومش عارف شنو بالضبط اللي طالبته تونس. كذلك عدم ذهاب رئيس السلطه الى القمه العربيه الاسلاميه بالنسبه لينا ايضا هروب من مواجهه الموقف اللي هو ضده. يمشي يقول لهم انا راني ضدكم، وانني انا راني غير قابل بسياساتكم هذه، نعم. وانا ادعو الى المواقف التاليه، ولا يقول احنا فقط هذا، حتى تحفظ كما العاده، تحفظ على البيان وعدم القبول به بدون مقابل. سهل ياسر الواحد يقول، يعني انا نتفكر في رقابه التعليم نتاعنا في تونس والاتحاد العام التونسي للشغل، بعض القوى كانت منا في مواجهه العدو الصهيوني كانت ما تعترفش بمنظمه التحرير، وتعتبرها استسلاميه، وتعتبرها متخاذله، وتعتبرها هي منا مفرطه في الحق الفلسطيني، وبالمقابل لا تفعل شيئا لفلسطين، فتكرس العداء للقيادات وللفصائل وللمقاومه الفلسطينيه. احنا مش هذا موقفنا، احنا ندعم المقاومه ونتمنى أن تكون المقاومة أكبر وأكثر نجاعة، ولما تكون المقاومة كبيرة هك تشوف البعض يفصل ما بين، يفرق ما بين حماس وما بين فتح، وما بين الشعبية وما بين الديمقراطية، وما بين الجهاد وما بين حماس، وما بين السنة وما بين الشيعة، ويعبثون بالقضية عبثا لم يعد له أي مجال للتبرير. احنا نشوف حماس والجهاد، سرايا القدس وكتائب القسام، ونشوف حزب الله، ونشوف الحوثيين، ونشوف إيران، ونشوف معناته الشعب التونسي الحر الأبي، والشعب العراقي الحر الأبي، والشعب اليمني. هذه الضحك علينا بحكاية الطائفية والتفتين وخلق الصراعات ما أتى الله بها من سلطان، هي مكذوبة. نعم. تبرير التخاذل والتواطؤ والتهادن والتنازل وعدم القيام بأي شيء على الإطلاق، وهذا له عقود من الزمان. طيب في النقطة هذه واضحة سيدي قاسم، لما كان شيخ إيران على رأس إيران، إيران ما كانتش خايبة، الشعب الإيراني هو ذاته بتشيعه، لكن لما الثورة الإسلامية قامت في إيران وصار هناك نوعا ما، يعني صار الحديث على شيء، انا هذا كله ارفضه يا حسين، واعتبر هذا الصراع الطائفي والتفتيت هو مثار. حتى الامريكان لما مشوا لبغداد عملوا ذلك الدستور نتاعهم، وعملوا على نمط الطائفيه اللي موجود في لبنان، هو ضرب لوحده. نعم. الامه الشعب العربي. النقطه الثالثه هي تجريم التطبيع التي انت يعني تحب. نعم. تسمع فيها رأي انا فيها واضح جدا. انا على فكره تراست لجنه في مجلس النواب نتاع 2019-2021، ترأست لجنة لإصدار بيان حول فلسطين، يوم يعني كنا نتحدث على الهجوم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وتلك اللجنة كانت فيها ناس من حركة الشعب ومن التيار الديمقراطي اللي كانوا متهمين النهضة بأنها ضد التطبيع. رفعت تخليط الكلمة الأولى في المجلس وقلت نحن ضد هذا الكيان بشكل كامل، وضد أي نوع من التطبيع معه بشكل كامل على الإطلاق، لا تطبيع لا سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا ثقافي، ولا هم يحزنون. وتفضلوا الآن تدخلوا، وكانوا يريدون أن يتدخلوا لأنهم سيتهمون حركة النهضة، فبهت الذي كفر وسقط كل البرنامج اللي كانوا جايين به. وكما قلت لك تشكلت لجنة وتوليت أنا رئاستها، وأحكي لك توا قصة قانون تجريم التطبيع. قانون تجريم التطبيع طرح في الدستور، فقيل ما نجمش يكون هذا قانون دستوري، هذا في وقت المجلس الوطني التأسيسي، وهذا ما نجمش يكون إلا في شكل قانون خاص. مررنا إلى 2014-2019 وتقدم مشروع لتجريم التطبيع. سي حسين أنت إعلامي وأمامك الجبهة الشعبية تقدمت به، والوسائل التي بإمكانك أن تتثبت منها. الأخ نوفل الجمالي كان هو رئيس لجنة الحقوق والحريات، وهو من حركة النهضة، عرضوا المشروع وتبنته اللجنة، ووقع إرساله إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية. المرحوم الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة
ووزير الخارجية لم يأتي ولم يرد أي واحد منهم على الإطلاق بدون، وهذوما الثلاثة ما همش من النهضة، وهذوما الثلاثة من نداء تونس بكلهم، الرئيس الجمهوري رئيس الحكومة ووزير الخارجية. ولا يمكن أن يقال أن النهضة وقفت ضد تجريم التطبيع، علما بأن النهضة عبرت على رأي في موضوع تجريم التطبيع أنه إحنا نجرم أي تطبيع مع الكيان الصهيوني، ولسنا في حال أن مع المطبعين مع الكيان الصهيوني باش ندخلوا الشعب التونسي والدولة التونسية في قطيعة مع جميع أبناء مع جميع الدول المطبعة، لأن هذا كما تعرف داخل فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة والمغرب، المغرب مصر والأردن وموريتانيا في تلك الفترة، واضرب على ذلك الحساب. احنا قلنا العلاقة مع الكيان الصهيوني بالنسبة لتونس الدولة والشعب جريمة، ولا يمكن أن تقبل، وأصلا تونس لا علاقة لها بالتطبيع. وثم مقاطعة، الناس متجاهلينها، يتحدثوا تو على المقاطعة بتاعة الكوكاكولا والمقاطعة بتاع سلاح الجامعة العربية مقررتها هذه منذ تشكل الكيان الصهيوني. هذه قانون ينجم الناس كلها يتعاملوا معه. نجي تويكا لمجلس 2019-2021 عملنا فيه مشروع متاع قانون تجريم التطبيع بالمواصفات اللي كنت أحكي لك عليها أنا، وعرض على لجنة الحقوق والحريات في شهر ماي وجوان. اللجنة طرحته على أساس باش يكون قانون مستعجل، طلب بالاستعجال النظر فيه من الجلسة متاع مجلس نواب الشعب، وجاء ذلك الخطر الداهم، الانقلاب الغاشم تاع 25 جويلية، وضرب البرلمان والقانون والديمقراطية والشرعية والدستور. سي بقاسم جيد، بتخذ بسرعة، انتم عملتوا مشروع مستعجل قلت لي في ماي وجوان 21 لجنة الحقوق والحريات النظر فيه بشكل مستعجل على البرلمان. وما هي الأطراف التي أمضت فيه وقتها؟ برلمانية. عندك فكرة كل الأطراف التي أمضت عليها ذكا؟ اي القانون الذاك قانون مشروع مبادره عرض على اللجنه وتبنته اللجنه وانطلقنا فيه، وجاء الانقلاب فوضع حد له بكل وضوح. طيب بكل وضوح. ونجيك للحالي هذا اللي مقدمين الان، احنا بالنسبه لنا لسنا فيه، والبرلمان ما نجمع معترفين به، ولسنا معناها بالنسبه لنا ما نجمع معترفين به. الانقلاب خويا مهما كان الانقلاب معناش منع مش معترفين به، معناها رافضين الخضوع للانقلاب ومتمسكين بالنظام من اجل استعاده الديمقراطيه، ورفضنا الاستشاره والاستفتاء والانتخابات وكل. طيب سي علي، نعم ولا حتى يا سي حسين خليني نعطيك رايي فيه اللي صار توا، هذا اللي صار رغم اللي مش معترفين به قلت لك، لكن مع ذلك ظهر الخور نتاع المزايدات، ظهر الخور نتاع اللامسؤوليه نتاع البحر، لانه ما هو قال الخيانة التطبيع خيانة عظمى، وما هو قالوا النهضة هي التي وقفت ضد قانون تجريم التطبيع. يا سيدي هاي النهضة ماهيش موجودة، وهو اللي قال القانون خيانة التطبيع خيانة عظمى، قال رئيس البرلمان نتاعو راه قال هذا يضرب المصالح الخارجية نتاع تونس ويمس الأمن الخارجي نتاع تونس، دون أن ندخل في التفاصيل. أنا مش قضيتي التفاصيل، أنا قضيتي ماذا حدث في هذا البرلمان. طيب خلينا أنقل السؤال سي علي حتى ندير كلمة سي بيقاسم، معذرة سي علي. لا سي قاسم نرجع لك سي علي، معذره طولنا، لكن كان ضروري باش نفهم الموقف لانه كان شاهد تاريخي. سي قاسم اعتبارك كان عضو في مجلس البرلمان، الان الناس اللي هي ركبت في دبابه الانقلاب، الناس اللي ايدت الانقلاب في مصر، اليوم اذا تنادي بتجريم التطبيع ثم تماهي في الموقف، كيفاش ترى لهجتها من السلطة اللي تقال على لسان سيد بودربالة قراه تجريم التطبيع وتقنينه سيضر بمصالح الدولة التونسية؟ هناك فرق ما بين مجلس النواب أو المشرعين في الدولة وقت الديمقراطية، حين مثلا في تونس فرق ما بين وقت زمن الديمقراطية زمن المسار الديمقراطي وفي زمن الحالي. في زمن الديمقراطي المسار الديمقراطي كان النواب بما فيهم معنا اللي هو مع تجريم التطبيع إلى غير ذلك يبحثون عن توافق، يبحثون على أكبر عدد ممكن من النواب، وفيهم مجلس النواب فيهم معارضة إلى غير ذلك، على أساس أنهم يقفوا وراء هذا القرار، وهذا أخذ منهم وقت كثير. ولكن
الآن شنو اللي شاب قيس سعيد؟ كل شيء هو تحديدين يا أخي، في بالك هو مصدق ولا نحن مصدقين اللي هو 8 سنوات؟ طبعا لا، ليش هو ما ياخذ شيء معناها يتبنى ويدفع نحو أنور القرار هذا؟ يعني يكفي أمر تقول سي علي، يكفي أمر؟ طبعا يكفي أمر في يا أخي، هل هناك من يصدق أن هناك مجلس للنواب؟ قال لك موقفي واضح يا سي علي، هو انقلب على النظام، انقلب على المسار الديمقراطي ودحضه وحط الناس في الحزب وحل مجلس النواب اللي هو منتخب وجاب معناها ما قال لك موقفي يا سي علي، قال لك موقفي واضح، موقف سعيد قال لك ما احتاجش، انا قلت عاليا صوتي مع فلسطين، اسمح لي، من الماء الى الماء، من نهر البحر، ولكن التقنين يقول لك عملني في اشكال. هذا شنو الاشكال؟ اذا كان معناها هو اذا لا يريد المزايده، معناها المساله مش تبقى فقط طبعيت وكلام وكذب وبروباغندا ويستخدمها للمزايده لا غير. اما ايش معناها مش عمل اشكال؟ اذا معناها هو مش مقبول. شنو السياسه؟ السياسه هي نتائج، وانت تتحمل معناها سياستك اذا كان، ولا خليه يقول معناها انا راني لا معناها عندي ظروفي وعندي ضغوطات وكذا وما نقدرش، وتبقى عند حجمك. ولكن انا كنت معناها تقفز وتعلو فوق السقف وتاخذ غير معناها العلو هذا الشهر، نعم، وانا تكذب على شعبك، اذا هذه مزايده، هذه مزايده. والبرلمان في المقابل يا اخي تو فاق اللي لازم عنده سلطه باش يشرع، ما هو حتى دور وظيفي يقول لك الان يدعي البطوله واللي زايد على صاحب المشروع في حد ذاته. شوف نقولوها بوضوح، هو الان هو ثم في الانظمه العربيه تقريبا كلها، ولكن في تونس يا اخي هو ثم معناها استقلاليه في الراي، ثم نظام تخلصوا من التبعيه يا اخي، ثم عنده سياده يا اخي، اللي مازال يطلب هو ويلوج معناها ويشحت وكيفاش انه باش ياخذ قرض وبيسهلوا له مساعدات من هنا من الدول الاوروبيه وامريكا وغيرها اللي هي مسانده العدو الصهيوني وكذا، هو بس يتصور انه باش يكون عنده راي مستقل يا اخي. هو ما طبعا هو مش مستقل، هو نظام يشحت ونظام مش قادر معناها ان يعيش، بالتالي هنا هي المشكله. ما بقى هو مزايده، ما بقى من ذلك هو مزايده ومحاوله معناها رفع الشعارات ودغدغه معناها في اطار شعبويه للشعوب واستخدامها للمحطات الانتخابيه القادمه وهكذا. ولكن صحيح نحن ما ثمش استقلالية لهذه الأنظمة العربية، وما ثمش سيادة لسلطتنا في تونس والقيس سعيد. كلام السيد سعيد على السيادة مش صحيح، مش ماهوش، ما تصدقوش أنت. شنو الصدق؟ كلام السيد سعيد على استقلالية قرار وطني والشهادة، يحكي على الشهادة الرجل. يا ودي ثم قرار وطني يا أخي، الوطني قرار الوطني هو تنبع من أنك تحترم شعبك، من أنك تجعل من شعبك تخليه معناها حر، من أنك تشاركه في بناء وطنه في دولته ويعتز بوطنه. هو جاء معناها موهوم معناها بنظام هكذا، موهوم هكا وهم، انقلب وألغى كل معناها المسار الديمقراطي ومجلس نواب معناها منتخب، نعم، معناها فكوا وبعداش معناها انه فكك القضاء وفك والان احنا شكون هو اللي يحكم؟ ما شكون يحكم غير قيس سعيد في اوان مرتكز الى قوه صلبه معناها ما مسانداته وهكذا. فيما يخص مواقفه هذه الدوليه، هو بيدو يعرف الان انه ما ثمش شكون معبر عليه، ما ثمش شكون ينتظر شنو هو تاثيره، وعارف انه هو معناها ما فيهم، وحتى نعم ما تحسب على انه الدوله التونسيه وكذا، هو يا ولدي ما عاد فيهم تخلت تونس ومعناها ولا وطنيه ولا شيء. هو مشكلته الان انه باش يمشي القدام، وفي حقيقه نعم الامر هو مش عارف حتى نفسه الان، وهو يعرف روحه في ضيق كبير، وبالتالي هاوينه هي مجرد اكاذيب، مجرد شعارات يحاول يسوقها معناها. طيب انت تقول اكاذيب وشعارات فقط سريعا، مره منها كي يبعث في لجانات كذا باش يمشوا غادي كينا ويعطوا في مواقف اخرى باش يدبروا معناها قروض وغيرها وينبطح. نعم سي علي، خلينا نذكر سريعا كلمه سي العريض بالدربله ونرجع، خلينا نحاول نسال على ايقاف ناشط سياسي هو رجل اعمال سي بن فضل رئيس حزب
القطب وناخذ رئيس مجلس الكتاب حول قرار دائره الاتهام في خصوص الاستاذ نور الدين بحيري وزير العدل الاسبق اللي حالاته اليوم على القطب الدائره الجنائيه بمحكمه الابتدائيه بتونس للمقاضاه من اجل تهمه التامر عام الدوله. التامر عام الدوله. العميد بدور بالي سريعا ونرجع سريعا فيما تبقى من الوقت. الله ينوركم. اكد بالحرف الواحد واستسمحته في ان انقل ما صرح به ان مقترح القانون هذا سوف يضر بالمصالح الخارجيه لتونس وان الامر يتعلق بخانه الاعتداء على امن الدوله الخارجي وان المساله اتخذت طابعا انتخابيا لا اكثر ولا اقل هذا هو موقف رئيس الجمهوريه الذي صرح به بحضور النائبين الاستاذه سوسن مبروك والاستاذ انور مرزوقي ولذلك عهدت نفسي على أني أكون أمينا معكم وأن ما يهمني هو المصلحة العليا للوطن. نعم يهم المصلحة الوطنية العليا للوطن والسيد سعيد قال لك مش يضر بمصالحنا ثم الناس تآمر مصالح خارج البلاد وداخل البلاد اليوم أستاذ البحيري دائرة اتهام تتخذ قرارا بخصوص نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق قيادي بحركة النهضة حيث أنه نحاول في الخلفية حيث حال دائرة الاتهام بمحكمة استئناف بتونس اليوم الأربعاء 15 نوفمبر الوزير الأسبق نور الدين البحيري على دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهمة التآمر ولا تآمر على أمن الدولة الداخلي وذلك على خلفية تدوينة نسبت له قبل أن تكتسي طابع ديني تحريض هكذا يقول واحد في نفس الوقت حالة سيد رياض بن فضل سيب القاسم لكن تو سعيد اتهموا فيه كل شيء في السياسيين حتى في الحبس هو كان جاء عقل سياسي يقول لك الآن هو سيد رياض بن فضل معارض لكن معارضة نقدية مش مع جبهة الخلاص هو نذكره معك الخمسة أحزاب كان مش تقاربه مع جبهة الخلاص لكن آثروا أن يبقوا جنب ويبقوا هكذا دورهم معارضة نقدية العقل السياسي لو كان جاء سعيدي يحسب فيها خماس وفزدات يقول لك لا ما ندخلش ونحلش واجهه مع كل الاحزاب لكن يقول لك لا الان هي حرب على الفساد اجي ترد يعني سي بالقاسم سيدي شو انت حكيت على السي رياض بن فضل رياض بن فضل معناها هو امين عام حزب الخطب امين عام وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ونظام يعني هذول اعضاء اشخاص وحطهم في السجن باش يكبر عليه رياض بن فضل يعني شوف اولا انا حبيت نواصل نعلق شويه في موضوع النقطه اللي سؤالك السابق باش ما يفوتش وتهنى ساجيبك على موضوع سينور الدين وسرياض تهنى وما نطول الزاده المصلحه العليا للوطن الخارجيه والامن الخارجي بتاع تونس راه مش صار كان مع قيس سعيد راه تاريخيه يعني حتى لما كانت الترويكا والنهضه يراه ثم المصلحه الوطنيه العليا والامن الخارجي بتاع تونس ما نجموش نعملوا سيره او سرديه لمشروع القانون في عهد الترويكا والنهضة والنداء والفترة هذيك التوافق ثم نجي نتحدث عليه الآن يعني تجريمنا إحنا صار في تلك الفترة مش تجريم التطبيع تجريمنا إحنا سوى جزاء على أساس إحنا ضد تجريم التطبيع وحكيت لك القصة متاع القانون نعم واضح واليوم اللي عنده السلطة فعلا هو اللي اعترف بذلك ونحن لا نزايده احنا مانيش من طبيعه المزايدين احنا نعرف فعلا المصلحه العليا الخارجيه ولا الخارج بتاع تونس ماهوش بتاع باش نقطعوا علاقاتنا وباش نوقفوا معاملاتنا مع تلك الدول لكننا مع عدم التطبيع مع هذا الكيان بدون ادنى شك وبدون ادنى درجه يعني ما عندناش درجه شويه ولا اكثر لا مستحيل نقطه واضحه جيده واخدم ونمر عليه الكلام هذايا لانه ربما انت حسيت اللي خذا برشا وقت النهضة وحركة وجبة الخلاص المقرات نتاعها ممنوعة مختطفة
وقياداتنا، قائدنا رئيسنا ونوابه الثلاثه ورئيس مجلس الشورى واعضاء من مجلس الشورى واعضاء من التنفيذي والسياسي في الايقاف، على راسهم رئيس الحركه الاستاذ راشد الغنوشي، واعضاء من جبهه الخلاص الوطني في الايقاف، واعضاء من الطيف الديمقراطي السياسي في الايقاف، هذا سياسي. والامر مشى لرجال اعمال، رجال اعمال في الاخر بكلها يعني من الايام الاخيره هذه، يعني بعض رجال اعمال اخرتها السيد رياض بن فضل الذي اوقف كرجل اعمال في قضيه ماليه، وهذا بالنسبه لنا في الحقيقه هو تحت الضاغطه الرهيبه اللي تعيشها تونس اقتصاديا وماليا، وكيفاش الابواب اغلقت دبلوماسيا لبرا اليوم وفشل الصلح الجزائي. اليوم هذه القضايا كل وعلاقة أيضا بالصلح الجزائي وبالمصادرات وغير ذلك، هذا تتحط غادي، ونحن نعتقد أن على القضاء أن يقول كلمته ولا نستبق، رغم التأكيد نعم الانقلاب على وظيفة القضاء مش سلطة القضاء، وعلى وظيفة البرلمان مش سلطة التشريعية، مع ذلك نقول لم يبقى لنا في الحقيقة إلا هذا لكي نقوله، لأنه أستاذ راشد الغنوشي تخلى الحبس توقف ومرفوعة ضده قضية، خاطر قال هذوما يحبوا يدفعونا، الإقصائيين والاستئصاليين يحبوا يدفعونا إلى التحارب والتدافع الأهلي، تحارب الأهلي، أنت إذا تهدد بالحرب الأهلية اللي هو يقول مستحيل المستحيلات، شعبنا يمشي للتحارب الأهلي، شعبنا بتاع التوافق والاعتدال. نعم. سامح ايش تحبني انا تواكب باش نقول لك معناها، غير اننا ندعو الى احترام سلطه القضاء والى شفافيه القضاء، اكثر من ذلك ماذا؟ ماذا؟ هذا الذي قال البحيري خطر الدائم، فكان هو الخطر الدائم الحقيقي على الديمقراطيه وعلى الدستور وعلى الشرعيه، كذلك الاخ نور الدين البحيري، تدوينا لم نعثر لها على اثر، يتحول الامر الى تصريح الى فيديو يتحدث فيه، هو يتحدث فيه على يعني التحرك بتاع ضد الانقلاب، يولي انه تآمر على امن الدوله وارهاب ويعني كل ما في تلك السلسله وذلك الاسم المقول. نعم. بناء على مقهى قهوه يلتقي فيها خيام التركي مع رضا بن الحاج مع جوهر بن مبارك مع عبد الحميد الجلاصي، هؤلاء الان عندهم اشهر في الحبس، سي علي العريض منذ ديسمبر بعد الانتخابات الفاشله طول في الحبس الى الان، وسي نور الدين البحيري منذ فيفري، شنو هو الاتهامات بالضبط؟ شنو هو الاتهامات بالضبط؟ هي بكل اختصار الزج بمنافسين سياسيين بقياديين سياسيين معارضين وراء القضبان. هذا هو بالضبط. بعد الذي حصل، هل استسلمت النهضة وجبت خلاص في دقيقة رجاء؟ ما استسلمناش. هاكم راكدين سامحني. لا ما استسلمناش. نناضل نضال ديمقراطي سلمي، وشوف حبيبي الغالي قيس الأمور نسبيا. احنا لم نذهب إلى الانقلاب أبدا. وبقينا على موقفنا الرافض للانقلاب، والانقلاب خاسرة، عمل استشارة ب 5% وعمل انتخابات، هو قال 8 ثم قال 11، هذا نجاح هذا فشل، أما لسنا بيدينا احنا محاربة الدكتاتورية بمعنى أنني يعني ينطيح الدكتاتورية أنا فشلت، أنا كما أنا ثابت على موقف الرافض للانقلاب. نعم. الغير قابل بالتعامل معه وبالاعتراف به، المتمسك بالديمقراطية والشرعية والدستور والحرية، وسوف تنتصر، سوف ينتصر هذا المسار وسوف يسقط الانقلاب، هذا هو المسار بتاع شعبنا وبتاع التاريخ. ما ضعناش سي حسين، مش حكايه عملنا وعد احنا للناس رانا باش نطيحوا الانقلاب بعد غدوه، وما طيحناش وبالتالي فشلنا، نحن نعم. لم نقل بعد غدوه، اما احنا قلنا منذ الان منذ 25 جويلية قلنا انقلاب، وقلنا لن نقبل به ولن نعمل تحت مظلة الانقلاب، مستعدين نعمل تحت مظلة الديمقراطية جميع الإصلاحات وجميع المراجعات وجميع التصحيحات، لكن تحت مظلة الديمقراطية وليس جيد. تحت خانة الانقلاب بأي حال من الأحوال، ولم نفشل بل بالعكس تماما، كانت النهضة واحدة اليوم أكثر من 10 معناها مكونات في جبهة الإخلاص أحزابا وجمعيات وأحزاب كثيرة جدا ضد الانقلاب، وكل وربما اقتنعت أكثر بفشل في السلطة في إدارة الشأن العام. سي علي حتى نختم معكم دقيقتين، خذا وقته الصلح الجزائي ووعد وتكلم سيد سعيد قال نختصر المسافه في الزمن، بعد عام ما جاب شيء الصلح الجزائي، وعد باسترجاع الاموال ما جاب شيء،
حكى على صلح الجزائر هم جماعة رجال أعمال ولا عمال الله أعلم هم توفي الحبس بمعنى فشل صلح الجزائر وليش السلطة هذه ثم حصار دولي بدفرين أو عزلة دولية ما جابش فلوس تمام برا ما جابش فلوس من داخل عنده مشكلة مع الأطراف السياسية عندها حل باش تواصل السلطة هذه في دقيقتين سعلي الحل ما فماش وهذه الاعتقالات هي في الحقيقة في إطار التغطية على الفشل السلطة في إيجاد حلول للمشكلات اللي تتعاظم وتتزايد كل يوم وهكذا تشوف أنت معنا هذا توا رياضة بنفضل على ملف اللي هو قديم الأصل فيه هو بث فيه وهي لربما المسألة متعلقة بإشارة الوزير معنا الأسبق الأملاك الدولة حاتم العشري حينما قال أنه ثم حزب ضعيف شعبيا اشترى معناها 7 سيارات لبن علي بتة هي معلومة أنها باش تكون للعموم وعندها لجنة معناها تشرف عليها وغيرها وعلاش أنه خلوها له معناها يجبدوها الآن وزادها معناها هو ملف معناها الرجل الأعمال اللي هو مهر شعبان هذاك معناها اللي هو خذا باش يبني السجن وبعداش كما خلصتوش الدولة قصف الخدمة ندات وزارة العدل التوقيت يعني تقصد فيه مشبوه توقيت الإيقاف هذا؟ طبعا هو توقيت هو كله توقيت قيس سعيد في كل مرة يلزم يعمل لحاجة أنه باش يلفت فيها نظر الشعب أنه يتولها بها باش يغطي على الفشل بتاعه المتزايد معناها يوميا في تصاعد كبير أزمة في المالية العمومية مش قادر أنه باش يدبر معناها فلوس للميزانية معناها شروط إيقاف وجوه كبيرة مشبوهة باش نقولش واضحين في الإعلام معروفة الأسماء 1 2 3 معروفين ما تشوفش فيها جرأة ربما لا ما ثمش فيها حتى جرأة لكن هذه هو للمجاهدة ولمعنى الابتزاز لرجال الأعمال لا أكثر ولا أقل ملفات هذه عندهم معناها معروفة لديهم من قبل تتعامل معهم الدولة وحين ما أنه ما يكونش معناها طيع وكذا أنه بعداش يجبدوا هذه الملفات هذه في مسألة الصلح الجزائي وكذا هو جابها الفكرة دي وحب أنه باش يفرضها بعيدا على المحاكم وعلى معناها المجتمع كله وحب يفرضها بطريقة ما ولكن معناها عجز وهذه كلها هو بنى عليها أنه باش يأخذ الفلوس نعم رجال الأعمال ويحاول يرجع فلوس من برا اللي هو المنهوبة اللي هو الآن معناها توا آخرها في سويسرا محكمة معناها أني حكمة رفع التجميد نعم أي رفع التجميد لهذه العائلة المبروك وكذا وقتلوا معنا تصرفوا في أموالكم وفي أملاكم وفي عقاراتكم واللجنة هذيك كانت يشرف عليها سيد سعيد والمسألة كلها كانت مرهونة في أنه هو يبعثوا معناها كون لجنة في صيف 2020 كان مسؤول عليها هو السيد سعيد يعني الآن هو قال بعد ما خلال سيارات مكحلة كلام فارغ هكذا تقول كلام فارغ بالطبع هو كلام فارغ وكلام أنه هو عاجز حتى على أساس أنه باش يسير وباش أنه باش يدمكم وكما تعرف انتهى المحاكم الأوروبية الآن اللي هي حكمة نعم بل يعني معنا بالفعل أنه الدولة ما قدمت حتى شيء وما حاولت باش تقدم معناها لما نفاتي هو في الأخير حتى ما لك باش تقدم مترجم إلى باللغة الفرنسية في سويسرا اللي هو الفرنسية ما معمل بها وتكلمها هذا الكل وما عملهاش رغم ذلك بعدها بالعربي نعم كان هذه راهي مجرد مزايدة ومجرد معنا السياسة الشعبوية لا أكثر ولا أقل سياسة شعبوية لا أكثر ولا أقل وصلت الفكرة السيد علي حميد نعم في البلاد جزيل الشكر ناشط سياسي هولندا سي بقاسم أحسن أرجو مرحبا بك وإن شاء الله تكون أخذت وقتك وصلت فكرتك لقاء نتجدد بكم إن شاء الله غدوة بداية من الساعة 10:30 توقيت قدس المحتلة 8:30 توقيت تونس نواصلوا ولكن في ظل هذا الحصار الفيسبوك إن شاء الله غدوة يكون معنا ضيوف في متعلق بمساعد تحدي الدولة الحقوقيين في القضية المرفوعة من الجهة الدولية ودبلوماسي السابق سي علي بن عرفة يكون حاضرين معنا إن شاء الله خليكم متابعين أكثر بارتاج لما أمكن نشره في أمان الله.